افتتحت إدارة الفنون التشكيلية بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب معرضا تشكيليا افتراضيا للمغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه تحت عنوان وداعا أمير الإنسانية. طبعا المعرض ضم 58 لوحة لفنانين من دولة الكويت والدول الخليجية وأيضا عربية نظرا لعطاء سموه رحمه الله اللامحدود على جميع الأصعدة الثقافية والفنية والتاريخية والإنسانية على المستوى المحلي والعالمي. نتابع معكم نبذة عن هذا المعرض ومن ثم لنا عودة إن شاء الله. لوحات رائعة أمانة يعني اللي يشوفها فعلا تصل له فكرة هذا الموضوع تصل له هذه السيرة المليئة بالعطاءات. أنا صفنت قال طالع أمانة صور جدا جميلة ومثل ما قلنا قبل شوي إذا فعلا تركز على عطاءات الأمير الراحل طبعا أكيد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمة الله عليه. راح نتعرف أكثر حول هذا المعرض. معنا في الاستوديو الأستاذة ضياء البحر مدير إدارة الفنون التشكيلية بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب حياكم الله ويعطيكم العافية على هذه الفكرة الرائعة. أهلا وسهلا. هلا والله حبيبتي. يعني إذا نقدر نتكلم عن هذه الفكرة شلون جاتكم هذه الفكرة ومتى قررتوا أنكم فعلا تنفذونها عشان تكون جاهزة للجمهور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت الفكرة من اللحظة الأولى لإعلان وفاة الشيخ صباح الأحمد جابر صباح طيب الله ثراه. كلنا فجعنا بهذا المصاب الجلل لألم كل كويتي ومقيم على أرض الكويت الطيبة. فإحنا حزننا لهذا المصاب الجلل خاصة أن إحنا مشاعرنا صارت ممزوجة ما بين الألم والأسى لفقد الأب وما بين الحب لتلك الشخصية العظيمة خاصة عطاء اللامحدود على المستوى المحلي والعالمي. طبعا هو كان يتمتع بشخصية محنكة وهو كان عميد وقائد الإنسانية وعميد الحكمة و يعني يتسمى بكل الصفات الإنسانية. نعم. ارتئينا في إقامة معرض افتراضي في ظل الكورونا. هذا المعرض يكون جزء من الوفاء لتلك الشخصية العظيمة تحت مسمى وداع الأمير الإنسانية رثاء له وتخليد للذكرى ليوم 40 بعد وفاته. نعم. ليعبر الفنانين عما يخلج في صدورهم ويترجمونها بلوحات فنية رائعة. أستاذة ضياء يمكن لو بنتكلم عن الفترة الزمنية ل 58 لوحة. نعم. هذا أعتقد أن أنت متأكدة أكثر مني أنا بعدد اللوحات. نعم. الموجودة. نعم. الفترة الزمنية شلون قدرتوا يعني دائما الفنان لما بيجي يرسم ياخذ وقت معين علشان يطلع اللوحة أو الصورة اللي في ذهنه بأبهى صورة. نعم. طبعا فور اعلان على اقامه المعرض بادروا كثير من الفنانين بالمشاركه. احنا ما اختزلناها بس على الفنانين الكويتيين بالعكس فتحنا المجال لاشقائنا الخليجيين والوطن العربي. نعم. الكل كان وده يشارك ويبادر في هذا المعرض.
كانت المشاركة جدا كبيرة، فكان حصيلة المعرض 58 لوحة فنية تشكيلية، كل فنان شارك بلوحة فنية. بالكويت كان عندنا 25 لوحة فنية، ومن الخليج 16 لوحة فنية، كل دول الخليج شاركت بهذا، إضافة إلى عندنا 16 لوحة فنية تشكيلية من الوطن العربي، من عندنا من جمهورية مصر العربية، ومن مصر سوري من لبنان ومن سوريا والمغرب وتونس. نعم الكل حاب يشارك. إيه كانت فكرة جدا رائعة. قاعدين نشوف هو كم فنان بشكل عام وبكم بلد نقدر نقول شارك في هذه، بس نركز يمكن سمعتش تقولين بس أبي أتأكد من الرقم، كم بلد وكم فنان كانوا؟ هم 58 لوحة فنية تشكيلية، 25 من الكويت و16 من الخليج. كم دولة؟ و17 دولة من الوطن العربي. 17 دولة من الوطن العربي. واضحة جدا طبعا نقدر نحن نقول يعني لوحات أولا تشكل كأنها طوابع بريدية، أخرى بالقهوة، يعني فعلا نلاحظ أن الفنانون فعلا عبروا بطريقة جدا جميلة إذا نقدر نقول عرفان حضرة صاحب السمو الراحل الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح. إذا نقدر نتكلم عن أبرز التعبير عن هذه اللوحات اللي لفتت نظركم يعني في الاجتماع. كل فنان عبر بطريقته الخاصة، واضح من اختلاف الصور. فعلا برؤاه الخاصة، يعني الفن ما له لغة بهالشيء. في فنانين عبروا مثل عندنا في الأردن عبر باستخدام القهوة ما تدل عن الحزن والأسى، ودائما القهوة تدل على الأصالة والعروبة. عندنا فنان من الإمارات استخدم الطوابع البريدية ليشكل فيها صورة الأمير، إضافة إلى عندنا فنانة من سوريا استخدمت القصاصات اللي فيها مآثر عن الشيخ صباح رحمة الله عليه، وكونت وجمعتها وكونت لوحة. وبعض الفنانين استخدموا الألوان الفنية والزيتية والباستيل والفحم، فظهر المعرض بصورة رائعة كأنه بستان من الزهور. كل لوحة فنية تعبر بجمالياتها وبلمساتها وبإحساسها وبإحساسها الصادق اللي يصل من القلب إلى القلب. نعم. احنا يمكن احنا هنا قاعدين في الاستوديو قاعدين نشوف يا بعض، يمكن ماخذ عيننا بصراحة يعني إيه يعني طالع ومركزين هناك ونرد مرة ثانية. احنا هنا تشوقنا زود ان نشوف مثل هذا المعرض. فعلا يمكن كثير من اللي يتابعونا حاليا يبي يعرفون متى يتاح المجال لزيارة هذا المعرض. نعم احنا طبعا ملتزمين بقرار مجلس الوزراء بهذا ما يخالف بمنع التباعد واتخاذ الاحترازات، لكن ان شاء الله نتمنى عودة الحياة الطبيعية وافتتاح دور السينما وقاعات الفنون والثقافة لنعود كما كنا، وان شاء الله نعود لافتتاح معارضنا باذن الله والقادم اجمل باذن الله ان شاء الله. إذا نقدر نتكلم عن الجهات اللي تعاونتوا معها لإنتاج هذا المعرض، ما هي هذه الجهات؟ بصراحة احنا لن نتعامل مع أي جهات معينة. كنتم منفردين بهذا؟ كان المعمل في المجلس، في قاعة الفنون، في الكوادر الوطنية الشابة، في إدارة الفنون التشكيلية. صراحة اشتغلنا على هذا الموضوع على قدم وساق منذ تاريخ إعلان وفاة الشيخ صباح رحمة الله عليه. استخدمنا تكنيك معين في طريقة هذا المعرض مختلف تماما عن المعارض الأخرى، بطريقة هي أقرب إلى الواقع. المشاهد أو المتلقن لهذا المعرض يجد أن طريقة عرض اللوحات، أيضا القاعات العرض، صورة أو الموسيقى التصويرية المستخدمة، أيضا ترتيب الصور، واهتمامنا أيضا في أدق التفاصيل في المعرض، في اللوحة واسم الفنان وعلم بلاده، ليعطي ثقل لهذه الشخصية الفعل الكل يحبها. طيب احنا بما أن ما فينا صبر أن ننطر ليفتح مجال إن شاء الله أن نزور مثل هذا أو نزور هذا المعرض، أديتوا فيلم معين لهذا المعرض أو تصوير معين ممكن عرضه حتى على شاشة تلفزيون دولة الكويت؟ نعم والله نتمنى ذلك إن شاء الله، بس إحنا بما أن إحنا مؤسسة حكومية تخضع إلى
قوانين معينة، لكن أنا عن نفسي أتمنى عرض هذا الفيلم في معارض الكويت وخارج الكويت في المحافل الدولية، لأن هذا شخصية فعلا فذة. يعني الشيخ صباح كان محب للجميع، أحب الناس والناس أحبه، فيستحق المشاركة في أعلى في نية يعني إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طب إذا ننتقل يعني الحين، هذا الموضوع جدا رائع وجميل، يعني أخذ هذا الجانب من الفنون للتوعية للتذكير لتخليد الذكرى، يعني خصوصا حاليا هذا الموضوع رائع جدا. هناك من يستخدم أيضا الفن التشكيلي للتوعية ضد كورونا، للتوعية نعم. ضد أمراض نعم. معينة نعم. يعني شنو ممكن أن احنا نقول أن إذا في توجه لدى المعرض لديكم أن تساهمون في هذه القضايا المطرحة حاليا على المجتمع؟ نعم. احنا صراحة من بداية الأزمة الكورونا وإحنا شغالين على المعارض الافتراضية، خاصة احنا توجهنا هو نشر الثقافة والفنون، وخاصة في بداية الحظر الجزئي والكلي كان الناس شوية يعني موجودة في البيت ومحتاجة إلى نوع من الترفيه وتوصيل الرسالة، فاشتغلنا على معرض من أهم المعارض كان تعاوننا مع الجمعية الكاريكاتيرية الكويتية، أقمنا معهم معرض كان معرض جدا جميل. أتذكر هذا المعرض نعم. كان فعلا جميل، وكان في مشاركة كثيرة من الفنانين، كان يتكلم عن شكر إلى الصفوف الأمامية، بالإضافة كان يتكلم عن الحياة اليومية والحظر الجزئي والكلي، إضافة إلى كان يتكلم أيضا عن أزمة الكورونا وكيفية الوقاية من هذه الأزمة ومن هذا المرض الفتاك، فكان معرض جدا شيق ورائع. إضافة إلى أن إحنا إن شاء الله مجبلين مع عودة الحياة الطبيعية على معارض إن شاء الله، راح يكون عندنا معرض عدنا بروح وطنية، هذا راح يكون معرض رائع في نوع من البهجة والسرور إن شاء الله، وراح يتزامن مع محاضرات ورش تدريبية بإذن الله. أستاذ ضياء، كلمة أخيرة ودك توجهينها للسادة المشاهدين قبل أن نختم وياك. طبعا كل الشكر على كل من ساهم في هذا المعرض، شكرا لكل الفنانين المشاركين من الكويت ومن الخليج ومن الوطن العربي، شكرا للفريق العمل اللي أشرف على هذا المعرض، والشكر موصول إلى تلفزيون الكويت وإلى المعد وإلى المخرج وحضرتكم، شكرا لجهودكم الرائعة ولكم كل الشكر والتقدير. طيب أستاذك قبل أن نختم، اللي يحب يشوف هذا الفيلم وين يقدر أنه هو يشوفه أو صور المعرض؟ يشوفه في موقعنا، في موقع المجلس الوطني للثقافة والفنون. يعطيك ألف عافية، إذن فعلا عمل رائع وفعلا للأسف هذه الظروف اللي تحدنا من زيارة هذه المعارض. الأستاذ ضياء البحر مدير إدارة الفنون التشكيلية بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، شكرا جزيلا لك على هذه الأعمال وعلى وجودك اليوم معنا. شكرا حبيبتي، شكرا لكم.